انعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق خيارات النفط التي أصبحت أكثر نشاطاً مع تطلع المتداولون بشكل متزايد إلى التحوط من ارتفاع الأسعار. في السياق انقلبت سوق خيارات خام غرب تكساس الوسيط من عقود خيارات البيع إلى عقود الشراء للشهر الثاني في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. كما تخطت أسعار الخام الأمريكي مستوى 85 دولار لأول مرة منذ أكتوبر لتصل لأحدث محطة من الصعود المدعوم بتخفيضات تحالف أوبيك بلس للإمدادات وتزايد المخاطر الجيوسياسية، فيما يعكس تحول رهانات المتعاملين على حجم المعنويات الصعودية للنفط الذي ارتفعت أسعاره بنحو 19% منذ بداية هذا العام. وألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خططها الأخيرة لدعم الاحتياط الاستراتيجي لديها من النفط بسبب ارتفاع الأسعار. وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت امتناعها عن شراء ما يصل إلى 3 مليون برميل من النفط لموقع المخزون الاستراتيجي في ولاية لويزيانا، مشيرة إلى أنها تضع مصلحة دافعي الضرائب كأولوية في ذلك القرار. يتزامن ذلك مع تجاوز خام غرب تكساس مستوى 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر. وينضم الآن هنا في الاستوديو ديف إرثبرغر، وهو رئيس قسم تقارير السوق وحلول التداول لدى اس ام بي جلوبال كوموديتي انسايتس. تحدث طبعا عن سوق النفط. اهلا وسهلا بك ديف، وشكرا جزيلا لحضورك معي اليوم خلال ساعات قليله في اجتماع لمنظمه اوبك وشركائها. السوق لا تتوقع اي تغيير بالوقت الحاضر، هل هناك اي دلالات على تغيير في أي وقت قريب؟ يبدو بأن الاستراتيجية بالفعل تأتي ثمارها، تعود أسعار النفط إلى مستويات تلامس 90 دولار مرة أخرى الآن. أوبك ستكون سعيدة بتأثير تخفيضاتها على الأسواق. حتى الآن في هذا العام الأسعار مرتفعة ب 15% منذ بداية العام، ونحن نتجه إلى فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهذا يعني ارتفاعا في الطلب في الاقتصادات الأساسية المستهلكة مثل الولايات المتحدة. وقبل اجتماع أوبك بساعات الأسعار حاليا قريبة من 90 دولارا، ولا نتوقع من أوبك أن تدخل تغييرات كبيرة على السياسة، لأن الأسعار في المكان المناسب بالنسبة لأوبك حاليا، وربما يكون وضع السوق أقوى في الأسبوعين المقبلين. إذن سنكون أمام حوار واضح وصريح ضمن المنظمة اليوم. هل سيبقى التوافق بين الدول الأعضاء بالوقت الحاضر؟ ما زالت كمنظمة أو كمجموعة ما زال الإنتاج ما زال أعلى من يفترض أن يكون مع هذه التخفيضات. سمعنا الإمارات تخفض نمو الناتج المحلي لديها لهذا الفصل الأول بسبب طبعا الخفض بإنتاجها من النفط الآن. هل ستبقى إذن الدول الأعضاء على التوافق؟ هل ستبقى على استراتيجيتها
فعليا ضمنيا وشكليا. Well, of course, this is a difficult discussion. هذا نقاش صعب يخاض في الكواليس خلف الأبواب المغلقة ضمن التحالف. من الأسهل أن يكون هناك تسامح مع الحصص عندما تكون الأسعار قوية، ولكن هناك اختلافات في الآراء وهناك توترات داخل التحالف، وسيكون هناك حوار بخصوص هذا الأمر. فبعض الأعضاء ينتجون فوق مستوى حصصهم، وتحديدا العراق، وهذا موضوع يحظى بالنقاش دائما، وكذلك كازاخستان. ولكن مع وصول الأسعار إلى 90 دولار، إن هذا الأمر يفسح المجال للتحلي بالصبر لحل هذه المشكلة. ولكن الصبر سينفد إذا استمر هذا الاتجاه بالتنامي، وإذا ازداد عدد الأعضاء الذين يتجاوزون حصصهم. لأنه يبدو أنه في كل الإشارات على أنه الطلب عالميا يقوى. عم نشوف تحسن البيانات الاقتصادية في من الصين، طبعا البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يدفع الآن إدارة بايدن لأن تتخلى عن خططها لإعادة ملء الخزانات الاستراتيجية لديها. وبالتالي لأي درجة سوف تخدم إذا أو ستبقى هذه الاستراتيجية لأوبك على ما هي في هذا العالم المتغير؟ Well, certainly the U.S. and its strategic preliminary reserve. بالتأكيد أمريكا واحتياطياتها الاستراتيجية. هذا الموضوع ظهر بوصفه عامل يؤدي إلى التأرجح في السوق. فعند بيع الاحتياطيات الاستراتيجية قبل عامين، هذا الأمر ساعد في إبقاء الأسعار منخفضة مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه. ومن غير المفاجئ أن نرى في الجانب الآخر أن تقرر أمريكا عدم ملء الاحتياطيات الاستراتيجية. فالولايات المتحدة لديها وضع آمن فيما يتعلق بإمدادات النفط. في أمريكا تنتج 13.5 مليون برميل من النفط يوميا، أي هي أكبر منتج للنفط في العالم وبشوط بعيد. والاحتياطيات الاستراتيجية ليست ضرورية لأمن الطاقة في أمريكا، وهذا يمنح الإدارة الأمريكية مجالا لاختيار توقيت ملء الخزانات من جديد. وبسعر 90 دولارا، غير المفاجئ أن نرى إعادة ملء للاحتياطيات الاستراتيجية، والأفضل ألا تفعل ذلك لأن أمريكا لا تريد أسعارا أعلى في وقت قريب. ماذا عن الحصص إذن بين المنتجين في العالم مع التخلف الدول اللي كانت الدول أو ما تزال بالأحرى الدول الرئيسية في إنتاج النفط، مع دخول الولايات المتحدة كأحد أكبر المنتجين والمصدرين الآن للنفط، ماذا يحصل بحصص الدول التي تختار تخفيض إنتاجها الآن؟ Well, 2024 is العام 2024 عام مهم وأساسي فيما يتعلق بهذا الموضوع أو هذا الحوار. فالإنتاج الأمريكي يتنامى بسرعة هذا العام، وكذلك هناك تزايد في إنتاج كندا وأمريكا الجنوبية وبالتحديد غويانا. لكن تحالف أوبك بلس والدول التي لديها حصص قائمة ستشعر بنوع من الراحة. فحجم النمو في الإنتاج هذا العام ليس كبيرا، وبالتالي الطلب على أوبك وأوبك بلس لتخفيض الإنتاج يصل إلى نهايته حاليا. والطلب على النفط فاجأنا بقوته وكان أقوى من المتوقع، وبالتالي الحوار سيتحول بعيدا عن الإنتاج في الغرب باتجاه الطلب الجديد الذي نرى على النفط في الشرق. الأمر لا يقتصر على الطلب الأقوى من المتوقع في الصين، وإنما كوريا الجنوبية والهند واليابان تقدم أداء جيدا، وهذا خبر سار لمنتجي النفط الذين لديهم الحصص المعنية. شكرا جزيلا لك ديف، شكرا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.